معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، تفاصيل أكثر حول وقف إطلاق النار. معك جابر، تفضل. مرحبا كارولينا. يعني بالطبع الأوضاع تمضي نحو التهدئة في إقليم التجراي، خاصة وأن هناك جهات ودول عديدة رحبت بوقف إطلاق النار من قبل الحكومة، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا، وكذلك مؤخرا اليوم قبل قليل الاتحاد الأفريقي، رحبوا جميعا بهذه الخطوة التي تدعو الأطراف كافة نحو التهدئة، خاصة وأن المنطقة شهدت ربما نزاع لأكثر من 8 أشهر راح ضحية هذه الحرب العديد من الأبرياء والمواطنين الذين فروا من إقليم التجراي إلى السودان، وبعضهم أصبحوا نازحين داخل هذا الإقليم. هذا الإقليم تأثر كثيرا بالحرب التي كانت دائرة، وموضوع التهدئة ربما قد يؤدي إلى حلول سلمية وناجعة ومستدامة كما تطلب الأطراف المختلفة للوصول إلى تفاهمات. هذا الاتجاه ربما يؤدي إلى استقرار وكذلك إلى سلام، خاصة وأن أثيوبيا يعني تمضي نحو التقدم والتنمية، وأنها قد عبرت بشكل كبير في الانتخابات السابقة التي أعلن مجلس الانتخابات الأثيوبية قبل قليل نتائجها الأولية، ومن المتوقع أن يتم إعلان هذه النتائج خلال ربما اليومين الماضيين. هذه الدعوات من كافة الدول تؤدي إلى طريق ربما مهم لتسوية سياسية ولوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في هذا الإقليم، وهذا ما تدعو له كافة الدول الغربية على وجه التحديد كانت قبلا، وكذلك هناك دعوات كانت بانسحاب القوات الإريترية من هذه المناطق، هذا يؤدي كذلك إلى استقرار دائم، خاصة وأن الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة بإقليم التجراي هي التي طالبت من الحكومة الفيدرالية بأن تعمل على وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى يكون ذلك إبداع حسن نية للطرف الآخر. دخول قوات جبهة تحرير التجراي إلى إقليم مقلب بدون أن تكون هناك نقطة دماء ربما خلال الفترة الماضية، هذا هو مؤشر أيضا إيجابي يراه المحللون هنا في أثيوبيا للوصول إلى تفاهمات سياسية. كانت الجبهة الشعبية لتحرير التجراي تم إعلانها كمنظمة إرهابية سابقا، لكن قد تكون هناك اتجاهات سياسية الآن للوصول إلى من خلال هذه التهدئة إلى حلول سلمية تخدم الأطراف كافة. كاروي، شكرا جزيلا لك. من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، شكرا جزيلا.